إذن إلى الأزمة اليمنية، حيث فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في نقض قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم إنهاء المشاركة الأمريكية في دعم الشرعية باليمن، وصوت ما لا يقل عن 42 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي برفض نقض قرار ترامب، مما يضمن أن الإجراء لن يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في المجلس المؤلف من 100 عضو لتجاوز حق النقض، وهو ما يعد انتصارا لسياسة البيت الأبيض في مواصلة دعم الشرعية في اليمن. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن نشاط تنظيم القاعدة والخطر الإيراني في اليمن هي من الأسباب الملزمة لاستمرار تقديم الدعم العسكري لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالقضاء على تهديد تنظيم القاعدة الإرهابية داخل اليمن، كما أشار إلى استخدام إيران أذرعها داخل اليمن لتحويله إلى منصة يتم بموجبها احتجاز السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، ما يعرض حركة التجارة للخطر. كما لفت بومبيو وجود منصات إيرانية وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة. إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي باحتجاز عدد كبير من شحنات الغذاء والدواء والوقود ومنع وصولها إلى المواطنين في المحافظات الشمالية، داعية للمنظمات الدولية لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن. ودعا الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العمل بجدية ومسؤولية من أجل إجبار ميليشيا الحوثي إنهاء احتجاز ما يزيد عن 210 شاحنات تحمل الغذاء والدواء والوقود للمستشفيات. وكشف بادي عن محاولة ميليشيا الحوثي إرغام المنظمات الدولية التي سيرت تلك الشحنات على دفع جمارك وأموالا طائلة، رغم أن المواد الإغاثية معفية بحكم القانون. للمزيد عن الشأن اليمني ينضم إلينا هاتفيا السيد طه علي المحلل السياسي اليمني. سيد طه، نرحب، عفوا، المحلل السياسي، نعم، ليس يمنيا، لكن نرحب بك في كل الاحوال. يعني ما يتعلق بالشان اليمني، ميليشيا الحوثي ربما تصر على قطع الطرق وفرض الضرائب والجمارك على الشحنات، بطبيعه الحال هذه ليست اولى يعني الحركات او اولى الانشطه التي تقوم بها هذه المنظمه او ميليشيا الحوثي في قطع الطرق، في منع وصول الغذاء والدواء والوقود الى المواطنين اليمنيين او الى المدنيين. كيف تقرا او لماذا تصر هذه الميليشيا على فعل هذه العمليات الاجراميه وغير الانسانيه؟ يعني بداية خلينا نقول ان ده احد السلوك المعتاد على هذه الميليشيات الارهابية التي لطالما يعني عفوا التي لطالما اعتمدت على حجز المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية من الاطفال والنساء، وحتى السطو على شحنات المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني في محاولة منها لتحقيق اثنين من الاهداف. اولا هو تعويض العجز المالي الذي تعانيه ميليشيا الحوثي، وخاصة بعد الازمة الايرانية التي تواجهها المجتمع الدولي بعد فرض العقوبات على ايران خلال الاشهر الاخيرة. هذا من ناحية. الناحية الاخرى هو لفت يعني محاولة يعني يبقى الاول هو التعويض مادي للحصول على موارد كما اشرنا. البعد الاخر هو الضغط يعني انتكاسة على الارض منيت بها ميليشيا الحوثي في الفترة الاخيرة، وخاصة بعد ان عززت قوات يعني الدفاع عن الشرعية في اليمن من ضرباتها فكبدتها الكثير من الخسائر خلال المرحلة الاخيرة. اذا بعدان هو احدهما مادي والاخر استراتيجي على الارض يقطن خلف استماتة ميليشيا الحوثي يعني على يعني الحفاظ على ما تبقى لها من الارض بعد الخسائر الاخيره التي منيت بها. ايضا القرار الذي اشرتم اليه في متن خبركم يعني على درجه عاليه من الاهميه، حيث يعكس ادراك دوائر صنع القرار في الغرب بشكل عام وفي الولايات المتحده لخطوره سيطره ميليشيا الحوثي على مناطق استراتيجيه ترتبط بحركه التجاره العالميه وحركه الملاحه على
البحر الأحمر هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن ميليشيا الحوثي تعد إحدى الحركات الإسلام السياسي العنيف في العالم، وخاصة إذا ما علمنا أن البيت الأبيض يعني يتأهب بشدة لمواجهة هذا التيار المتطرف عالميا وليس في منطقة الشرق الأوسط، وصولا إلى قرار الرئيس أو الإفصاح عن توجيهات بدراسة الإدراج العدد من المنظمات منهم جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في الفترة الأخيرة من خلال البيت الأبيض. كل ذلك يضع جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي ومن خلفها إيران الداعم الأول للتنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة حول العالم في مأزق. وبالتالي أنا أتوقع أن المزيد من مثل هذه العمليات المتشددة واستخدام البعد الإنساني على وجه التحديد لتحقيق لسد العجز سواء على الوضع الاستراتيجي في الأرض أو لسد للحصول على موارد اقتصادية، وخاصة في ظل الأزمة الأخيرة كما أشرنا. أيضا إحداث حالة من الزخم الدولي بعد أن يعني بعد التطورات الأخيرة اللي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وضعف الوضع الاستراتيجي لليمن لإيران في اليمن، كل من شأنه أنه يدفع المزيد يعني ميليشيا الحوثي ومن خلفها إيران للتعويل على البعد الإنساني، ذلك أنهم لم يتبقى لهم سوى هذه الأوضاع للدفاع عن وجودهم، وخاصة بعد أن باتوا أو أوشكوا على خسارة الكثير من المناطق الاستراتيجية في اليمن. وبالتالي أتوقع ليس التعويل على ده، بالعكس ده ربما نجد ميليشيا الحوثي تتورط في عمليات عنف اكثر في الداخل اليمني، ليس في الجنوب في الشمال فقط بل في الجنوب ايضا. نعم، ربما هذا القرار الأمريكي الأخير يكشف أن القوى الكبرى، القوى الدولية، المجتمع الدولي بات يعي جيدا وبات يدرك خطورة ميليشيا الحوثي في اليمن والأفعال التي تقوم بها، سواء الأفعال العسكرية أو الأفعال غير الإنسانية التي تقوم بها في اليمن، وهذا الأذى الذي يحدث والذي يصل إلى المواطنين اليمنيين المدنيين من جراء هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية. إذن لماذا لا يصر، لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي لوقف الامدادات، لوقف التمويل الذي يحصل عليه الحوثي؟ لا، خلينا نقول ان المجتمع الدولي بيشهد تضارب وتناقض وانقسام حد بشأن الكثير من القضايا المشابهة، نظرا لترابط العلاقات يعني المتبادلة بينه البعض بعض القوى الدولية وإيران على سبيل الحصر والتحديد، باعتبار المصالح المتبادلة بين بعض القوى، مثل مثلا نجد في ألمانيا أيضا يعني ترى أن التعامل مع إيران ينبغي أن يتم بموجب براجماتية بحتة بالنظر إلى حجم العلاقات الاقتصادية التي تسعى ألمانيا وبعض الدول الأوروبية على وجه التحديد يعني لعدم خسارتها، فإذا خسرنا إيران خسرنا الكثير على المستوى العالمي، وهذا ما يعني وهي الرؤية التي تحمل إدارة ترامب عكسها. فإدارة ترامب تنظر لإيران والخطر الذي تهدده على الأمن الدولي من منظور المهددات التي تمثلها إيران، لكن البعض ينظر لها من منظور آخر ألا وهو الضغط، يعني أن إذا خسرنا إيران خسرنا الكثير. محاولات الرئيس ترامب لتحجيم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط تواجهها أيضا مقاومة من بعض القوى الأوروبية التي يعني تسعى ألا تخسر علاقاتها بإيران، وهو ما يفسر حتى قرار قرار فرض العقوبات والانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران بيواجه مقاومة داخلية. إذن كافة الحركات المتطرفة بداية من ميليشيا الحوثي ومن خلفها إيران والإسلام السياسي كله يجد مقاومة نظرا لعدم وجود رؤية محددة بين القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بشكل عام بحكم ارتباط المصالح. نجد مثلا ارتباطات ما بين تأثير للتنظيمات المتطرفة في الداخل الأوروبي يمنع الأوروبيين عاجزين عن اتخاذ موقف، تنسيق مع التيار الديمقراطي في الولايات المتحدة يجعل الإدارة الجمهورية عاجزة عن أو مش عاجزة تواجه مقاومة بالداخل الأمريكي على استصدار قرار هنا أو قرار هناك. وبالتالي فكرة ترابط أو تناقض المواقف وتضاربها بيأتي على خلفية ارتباطات مصالح محدودة بتخلي فكرة مواجهة
مهددات الامن العالمي مساله باتت في المصلحه رقم 2 لتفتح المجال للمصلحه الاقتصاديه في المقام الاول. سيد طه، دعني اعود الى يوم 18 من ابريل الماضي، حيث اصدر مجلس الامن قرارا او بيانا صحفيا دعا فيه الاطراف اليمنيه جميعا الالتزام باتفاق ستوكهولم بالمشاورات والمحادثات التي حدثت في السويد في نهايه العام الماضي. الا يعي المجتمع الدولي، الا يعي المجلس الامن من المتسبب في خرق هذا الاتفاق؟ من الذي نقض هذا العهد؟ الجميع يدرك بشده والحقيقه واضحه وضوح الشمس، مثل مساله الدعم العربده الايرانيه في منطقه الشرق الاوسط وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقه، وايضا دعمها للحركات المتطرفه بدايه من ميليشيا الحوثي الى يعني مد اذرع ايران بالداخل، بعض الدول العربيه، العراق، سوريا، حتى بعض دول الخليج، كل ذلك واضح بشده. لكني كما اسلفت لحضرتك ان السلوك التصويتي او السلوك الدبلوماسي في العلاقات الدوليه بشكل عام بياتي دائما مصحوبا بالمصلحه، مدفوعا ومحددا وموجها بالمصلحه التي يقدرها صاحب القرار في هذه الدوله او تلك بشكل محدد. بمعنى اني رؤيتي للمصالح الخاصه التي تنخرط فيها دوله اوروبيه من دوله اخرى هي التي بتحدد هذا، وبالتالي الراي العام العالمي يدرك بشده، رغم ان الراي العام العالمي يدرك بشده حجم هذه التهديدات، لكن عدم قدره المجتمع الدولي على توحيد رؤيه بسبب تضارب المصالح وتناقضها يجعل كما اسلفت لحضرتك مساله البعد الانساني ليست في المقدمه كما يزعم الجميع. فمثلا نجد الجميع يتعاطف مع حالة اللاجئين اليمنيين واللاجئين السوريين والمأساة الإنسانية، لكن الجميع غير قادر على اتخاذ موقف نظرا لارتباط المصلحة في اتجاهات أخرى غير اتجاهات الحالة الإنسانية. نعم وبالتالي نعم. وبالتالي أنه المصلحة هي كون أن المصلحة هي المحدد لمسار العلاقات الدولية، نجد أن الأبعاد الإنسانية يعني غائبة عن المقدمة بشكل عام. نعم، السيد طه علي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.